مرحبا، كيف حالك؟ كيف حالك؟ هل أنتم بخير؟ أنا اسمي عبير وأنا معلمتكم لمادة اللغة العربية. اليوم بدنا نعمل مراجعة لحرف كنا تعلمناه سابقاً، بس قبل ما أخبركم شو هو هالحرف بدي نتذكر سوا فصول السنة وأشهر السنة. بعدكم مذكرينهم؟ يلا نرددهم سوا. الشتاء الشتاء، الربيع الربيع، الصيف الصيف، الخريف الخريف. أشهر فصل الشتاء هي يناير أو كانون الثاني، فبراير أو شباط، مارس أو آذار. أشهر فصل الربيع أبريل أو نيسان، مايو أو أيار، يونيو أو حزيران. أما أشهر فصل الصيف فهي يوليو أو تموز، أغسطس أو آب، سبتمبر أو أيلول. أشهر فصل الخريف أكتوبر أو تشرين الأول، نوفمبر أو تشرين الثاني، ديسمبر أو كانون الأول. وهلأ يا أصدقائي بدي منكم تحضروا الورقة والقلم وخلونا نسمع سوا أغنية الحلقة. الشتاء، الربيع، الصيف والخريف. هل تعرف فصول السنة؟ هل تعرف فصول السنة؟ هل تعرف فصول السنة؟ هي أربعة، هي أربعة. حابين تعرفوا شو هو الحرف يلي رح نعمله مراجعة اليوم؟ أنا رح أقرأ لكم قصة حلوة كتير، وإنتوا عليكم أنه تسمعوا منيح وتركزوا. الحرف يلي رح ردده عدة مرات بيكون هو الحرف يلي رح نعمله مراجعة. عنوان القصة لعبة رباب. لعبة رباب اسمها بارعة. في صباح يوم السبت استيقظت رباب مع أبيها باكراً، فطلبت منه أن يبني بيتاً من خشب للعبتها بارعة. بدأ الأب بتنفيذ البناء، ثم قام بدهنه باللون البني. أعجبت رباب بالبيت، ابتسمت وقبلت أباها قبلة على جبينه. أحبت رباب أن تزين الباب بالبالونات والشباك بالنباتات والأعشاب، وألبست لعبتها بارعة ثوباً براقاً بلون بنفسجي، وقبعة طبع عليها بضع حبات عنب. في هذه المناسبة أحبت رباب أن تدعو أصحاب لعبتها بارعة إلى زيارتها في بيتها الجديد. دعت البقرة والبطريقة والبطة البيضاء. استقبلت بارعة أصحابها في المطبخ ورحبت بهم. بدأت رباب بتقديم الجبنة مع البندورة، ثم شربوا عصير البرتقال البارد مع قالب الحلوى بطعم البلح. قبل أن تودع بارعة أصحابها قبلتهم وقد بدت مبتهجة بزيارتهم لها،
على أمل لقائهم قريباً. حبيتوا القصة؟ عقد ما بتحب رباب بارعة شو عملت له؟ بيت. طلبت من بيا أنه يبني له بيت من خشب. وهلأ خبرونا، شو هو الحرف يلي رددته عدة مرات؟ هل هو حرف السين؟ كلا، إنه حرف الباء. اسمها الباء ولفظها ب ب. اسمها الباء، اسمها الباء ولفظها ب ب. سوا يا أصدقائي رح نشوف كيف منكتب حرف الباء في بداية الكلمة، وسط الكلمة، وآخر الكلمة. يلا اكتبوا معي خط حلو. حرف الباء في بداية الكلمة، نضع نقطة صغيرة فوق السطر، خط عمودي صغير، خط أفقي صغير. هيدا الشكل بأي حرف بذكركن؟ بالدال. بس يلي لازم يصير هون أنه نحط نقطة صغيرة. ليه؟ لأنه النقطة هي اللي بتخلي هيدا الحرف يتميز عن غيره. شو يصير اسمه؟ ب ب. اسمها الباء، والباء كتير بحب أصدقائه، بيقدر يمسك حرف آخر من هذه الجهة. أما الدال ما بتمسك ولا حدا من وسط، تتذكروا؟ إذا حرف الباء في بداية الكلمة. مرة أخرى، نقطة فوق السطر، خط مستقيم عمودي، خط مستقيم أفقي، ثم نقطة من تحت. اوعى تنسوا نقطة تحت، اوعى تحطوها فوق، بصير عنا حرف آخر. نقطة تحت لحرف الباء. حرف الباء في وسط الكلمة، وسط الكلمة يعني متصل. هيدي إيدها صغيرة، خط عمودي صغير، ثم إيد أخرى، والنقطة من تحت. الباء مثل ما قلنا بتحب أصحابها، بتمسك الحرف يلي قبله وبتمسك الحرف يلي بعده. إذا حرف الباء في وسط الكلمة، نقطة تحت الباء، نقطة من تحت، اوعى تنسوها. حرف الباء في آخر الكلمة متصل، إيد صغيرة للباء. هلأ الباء في آخر الكلمة كتير طويلة، نعمل خط عمودي صغير، خط أفقي طويل، ثم خط عمودي صغير. وين منحط النقطة؟ فوق أو تحت؟ أكيد تحت. حرف الباء في آخر الكلمة متصل، إيدة صغيرة، بيرجع خط عمودي صغير، خط أفقي طويل، خط عمودي صغير، والنقطة من تحت. إذن حرف الباء في آخر الكلمة متصل، لكو إيدة صغير. أما حرف الباء في آخر الكلمة منفصل، فما منحط إيد صغيرة. لماذا؟ لأنها منفصلة منا متصلة. حرف الباء، مرة أخرى، حرف الباء في آخر الكلمة منفصل. أحسنتم، منفصل، هيك ما عندها إيد. إذن خط عمودي صغير، خط أفقي طويل، خط عمودي صغير، والنقطة من تحت. تتذكروا الأصوات الطويلة والقصيرة؟ أكيد تتذكرون وحفظتون يا شاطرين. ألف، الفتحة، الواو، نعم، الضمة، الياء، وأخيرا الكسرة. هلأ رح نكتب حرف الباء مع الأصوات الطويلة والأصوات القصيرة. حرف الباء في بداية الكلمة، تتذكروا خط عمودي صغير، خط أفقي صغير، والنقطة من تحت، وصوت طويل آ ب آ ب آ ب ب ب آ ب. حرف الباء في آخر الكلمة منفصل مع الصوت القصير الفتحة، ب أ ب أ
ب. حرف الباء مع الصوت الطويل الواو. ب او بو بو. حرف الباء مع الصوت القصير الضمة. ب او ب او بو بو. حرف الباء مع الصوت الطويل الياء. ب اي ب اي بي بي. واخيرا حرف الباء مع الصوت القصير الكسرة. ب اي ب اي بي بي. وهيك يا اصدقائي بنكون اتذكرنا كيفية كتابة وقراءة حرف الباء مع الأصوات الطويلة والأصوات القصيرة. بعد ما تذكرنا كيفية كتابة وقراءة حرف الباء، إجا الوقت أن نقرأ سوا نص ونجاوب عن مجموعة أسئلة. ركزوا منيح وجربوا أن تقروا معي بصوت مرتفع، مش بقلبكم، بصوت مرتفع حتى تكون القراءة سليمة. زارت وداد بيت رباب. بيت رباب مرتب. قالت رباب هذا جدي باسم وهذه جدتي بتول. قدمت رباب حبوب زبيب إلى وداد. ريتوا منيح معاه؟ هلأ سوا بدنا نحط دائرة حول حرف الباء. بدنا ننتبه هل كتب في بداية الكلمة، في وسط الكلمة، أم في آخر الكلمة؟ زارت وداد. عم نسمع شي حرف الباء؟ عم تشوفوا شي حرف الباء؟ كلا. بيت رباب، وين في عنا حرف الباء؟ ب بيت. ب في بداية الكلمة صوت قصير. بيت رباب. ب ب. أحسنتم. بيت رباب مرتب. ب في بداية الكلمة رباب. ب صوت طويل في وسط الكلمة ثم ب منفصلة أم متصلة؟ منفصلة في آخر الكلمة. مرتب أيضا ب متصلة في آخر الكلمة. قالت رباب، أين نسمع حرف الباء؟ في كلمة رباب، في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة. هذا جدي باسم. باسم، نعم. با صوت طويل في بداية الكلمة. وهذه جدتي بتول. ب في بداية الكلمة صوت قصير. قدمت رباب. رباب مرة أخرى. ب ب في آخر الكلمة. حبوبة. حبوبة. بو في وسط الكلمة وب في آخر الكلمة. منفصلة أم متصلة؟ منفصلة. حبوبة زبيب. بي صوت طويل وأيضا حرف الباء متصل. حبوب زبيب إلى وداد. هيدا النص صغير في عنا كتير حرف الباء، مظبوط؟ انتبهتولن كلن؟ ممتاز، عفاكم. وهلأ بدي أسألكن مجموعة أسئلة. مثل ما كنا تعلمنا كيف لازم تكون الإجابة كاملة كاملة. خلونا نجرب سوا. ماذا فعلت وداد؟ زارت وداد بيت رباب، صح؟ زارت وداد بيت رباب.
طيب ماذا قدمت رباب لوداد؟ دغري منقول حبوب زبيب؟ خطأ، لازم تكون الإجابة كاملة. ماذا قدمت رباب إلى وداد؟ قدمت رباب حبوب زبيب إلى وداد. وهلا خبرونا، ما اسمه جد رباب؟ شو اسمه جدة لرباب؟ جدة يعني مين جدة وتيتا؟ بتعرفوا لها جدة وتيتا؟ الجد والجدة، يعني إمه وبيها للماما وإمه وبيه للبابا. كل حدا في عنده جد وجدة من ناحية الأب، وجد وجدة من ناحية الأم. طيب ما اسمه جد رباب؟ اسمه جد رباب باسم. وما اسمه جدة رباب؟ اسمه جدة رباب بتول. أحسنتم. وأنت ما اسمه جدك؟ شو اسمه جده؟ جدي اسمه، كل حدا منكم بيقول شو اسم جده. جدتي اسمها، كل حدا منكم بيقول اسم جدته. اتفقنا؟ وهيك منعرف أنه دايماً إما للماما وبيها للماما هن الجد وجدة، وبيه للبابا وإمه للبابا هن كمان جد وجدة. وهلأ خبرونا، تتذكروا محفوظة الباء؟ شو بتقول محفوظة الباء؟ باء باء ما أحلاها، هي في باب. ليه؟ لأنه بس نقول باب نسمع حرف الباء. هي في بطة، كمان بكلمة بطة بنسمع حرف الباء. ولها نقطة، شو إلى الباء؟ إلى نقطة، أوعى ننساها. ولها نقطة لا ننساها. إذن باء باء ما أحلاها، هي في باب، هي في بطة، ولها نقطة لا أنساها. بطة بطة، باب باب، بطيخ بطيخ. وهلأ وصلنا للفقرة الأخيرة بحصتنا. تتذكروا كنت قلتلكن أنه الجد والجدة هن والد ووالدة الأم ووالد ووالدة الأب، صح؟ هذه هي صورة الجد، وهذه هي صورة الجدة. الجد والجدة هن شخصين كتير بيفهموا وكتير أذكياء، ولازم نحن نحترمهم كتير ونسمع كلمتهم، وأبداً أبداً ما نعذبهم، ولازم كتير نقدرهم. إذن الجد، جدي اسمه، كل واحد منكم بيقول اسم جده، وجدتي اسمها، كل حدا منكم بيقول اسم جدته. اتفقنا؟ وهلأ بدنا سوا بهيدا التمرين نكتب حرف الباء بالشكل المناسب، في بداية الكلمة، في وسط الكلمة، في آخر الكلمة متصل، أم في آخر الكلمة منفصل. ما هذه؟ هذه مبرات. مبرات، كيف علي أن أكتب حرف الباء؟ كيف هو الشكل المناسب؟ هذا هو الشكل المناسب، باء في بداية الكلمة، مبرات. أين أسمع حرف الباء؟ مبرات، في وسط الكلمة. إذن مش هذا هو الشكل المناسب، صح؟ باء في وسط الكلمة، إذن مبرات، باء في وسط الكلمة. حرف الميم بيقدر يمسك إيد الباء، حرف الراء أيضاً، والباء مثل ما كنا قلنا بتحب أصحابها كتير وبتمسك من الجهتين. هذا كلب، 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 أين أسمع حرف الباء؟ في آخر الكلمة. ولكن طلع
عندي باء متصلة وباء منفصلة. أقولكم أيا لازم أكتب؟ باء منفصلة؟ كلب؟ كلا، لماذا؟ ليكو حرف اللام بيعدد إيده وناطر أنه الباء تجي تمسك له إيده. إذن باء متصلة. حرف اللام بيقدر يمسك إيد الباء. هذا كتاب. كتاب. أين أسمع حرف الباء؟ أين علي أن أكتب حرف الباء؟ في بداية الكلمة، في وسطها أم في آخرها؟ في آخر الكلمة. أحسنتم. كتاب. باء في آخر الكلمة، ولكن باء متصلة أم منفصلة؟ منفصلة. لماذا؟ مين في إلا؟ لأنه الألف أبداً 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 ما فيها تمسك حدا من هالجهة أبداً. اتفقنا؟ إذن باء منفصلة. وأخيراً هذا براد. براد. أين أسمع حرف الباء؟ براد. في بداية الكلمة. وأي شكل هو شكل حرف الباء في بداية الكلمة؟ هذا؟ كلا. هذا؟ أيضا لا. هذا هو شكل حرف الباء في بداية الكلمة. أحسنتم. إذن باء في بداية الكلمة. مبرات. مبرات. كلب. كلب. كتاب. كتاب. براد. براد. وهيك يا أصدقائي منكون وصلنا لنهاية حصتنا. بهالحصة تذكرنا كيفية كتابة حرف الباء وكيفية قراءة حرف الباء مع الأصوات الطويلة والأصوات القصيرة. خلينا نرددهم سوا. با 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 بو 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 بي 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 بي. أنا صار لازم وداكن. بشوفكم بالحلقة القادمة، بس ما تنسوا تسمعوا أغنية الحلقة. إلى اللقاء. الشتاء، الربيع، الصيف والخريف. هل تعرف فصول السنة؟ هل تعرف فصول السنة؟ هل تعرف فصول السنة؟ هي أربعة. هل تعرف فصول السنة؟ هي أربعة.